السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزيت. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على فلاديمير، وين يتخذ قرار مفاجئ قبل إعلان القائمة المنتخب الوطني للمباراتين، يعني غينيا وأوغندا. إن شاء الله بربي إن شاء الله نفوزوا بهذو زوج مباريات، خاطش عليه بزاف ناس راهم يقارعوا في الدورة مساكين، بزاف ناس راهم محروقين ويقارعوا في الدورة مساكين، يعني غير هما تاع الحراك اللي كانوا ضد فلان وضد فلان وضد فلان، اليوم رجعوا ضد، غادي يخرجوا لكم ديريكت. ماك شفتوها غير نهار اللي كنا خاسرين مع جنوب افريقيا، شفتو في الفيسبوك تزلزل، ومن بعد عاودوا سكتوا، من بعد عاودوا خرجوا قال لك يا ودي مركاو خمسة، مركاو لنا خمسة يا ودي دو كوب دافريك، خرجنا خرجت البعيرة. مالك مع جنوب افريقيا درنا ماتش نيل، يعني منقوسين بزاف، كون نبداو نحسبوا اللعابة مكاش، واو لله، يعني بذكاء المدرب درنا ماتش نيل. انت مع موريتانيا قلاتك موريتانيا ضرباتك في البارة، ضرباتك منا موريتانيا قلاتنا حنايا، غينيا استوائية تعلموا فينا، داروا القلب في لافريك بينا حنايا، تعقلوا عليها، غينيا استوائية داروا القلب بينا حنايا، أمنوا برواحهم ولاو مأمنين برواحهم، واللعابة تاعهم ولاو مشهورين. وين يقترب الناخب الوطني الجديد فلاديمير، يعني هاني تاع الجديد، هاني مدرب وطني منتخب وطني جزائري فلاديمير، من إعلان قائمة المنتخب الجزائري استعداد لخوض أول خرجة رسمية له مع كتيبة الخوض شهر جوان المقبل. وقبل أيام من الإعلان قائمة المنتخب الجزائري، اتخذ المدرب الوطني فلاديمير قرار مفاجئ بشأن موعد انطلاق تربص المقبل الخاص بمشوار تصفيات نهائيات كأس العالم 2026. عندنا ستة غادي نكملوا في 12، دو ماتش في طريحو في تنفوتو فوتو كوب دوروب، الالعاب الاولمبيه نفوتوها بالضحك واللعب وكلش، هذه هي غادي نفوتوها كيما ان شاء الله بربي. وقرر التقني البوسني فلاديمير تغيير موعد انطلاق تربص كتيبه الخوض الشهر المقبل بحسب يعني ما كشفته المصادر لموقع يعني، واكد فلاديمير موعد انطلاق تربص المقبل الى الاسبوع الاخير من شهر ماي الحالي بدل من 3 من شهر جوان المقبل. وانكشف المدرب المنتخب الوطني يعني الجزائر للاعبيه الذين ضمتهم القائمه الموسعه بضروره الحضور في الاسبوع الاخير من شهر الحالي في حال ضمان يعني ضمان اي لاعب مكانته في القائمه النهائيه، ومن خلال قرار يعني تقديم موعد انطلاق التربص المقبل، وين يخطط فلاديمير استفادة من أيام عمل إضافية بمركز سيدي موسى للتحضير يعني المنتخبات الوطنية. الناس اللي تخدم، هذو الناس اللي يخدموا، هذو الناس اللي يخدموا، مدرب يخدم، ماشي اللاعبين يتريدوا هنايا اونترينر مازال ما جاش، راك تعقلوا عليها، لعابة يترينو اونترينر مكاش، يا واو لله، هذه صرات لما صرات، لعابة هنا كاع حنايا قائمة مازال، لعابة كاع حنايا ستة ولا سبعة ولا ثمانية يترينو هنايا، أيو تو فابيا، بالك تهدر أنت خائن، وتهدر أنت عادو تهدر عادو. هاو كنا كيما هكا، كنت تهدر نتايا خائن وعادو منا وتكره ليك ناسيونال اعداء منا هذه هي تاع الله، لا يديك الله يديهم، وهذيك تاع الله يديهم، هذه باش يكون على بالكم برك، ماشي باش ما تزعفوش، شو الناس اللي تخدم خويا، هاو الناس تخدم، الناس تخدم، شو جاي منا باش يخدم خويا، راه جاي باش يخدم، مشا جاي يلعب لك قرد، جاي باش يعني خدمة، متالي قاع،
انا نقول لكم على هذيك، نقول لكم باللي ناس اي تخدم يعني، وين كاين لعابه اللي غادي ما يكون غادي بالك يكونوا محبسين يعني، كان اللي سايك مصات يعني، كان اللي راه حابس يعيط له ويخدم ما هو ويشوفه. هذه هي. ويسعى فلاديمير بدرجة أولى لتصحيح أخطاء التي ارتكبها لاعبوه كتيبة الخوض في معسكر شهر مارس الماضي، وتحسين طريقة اللعب الجماعية في المقام الثاني. خاطر ما عندوش الوقت مدرب هذا، ما عندوش الوقت. مدرب هذا يعني ما عندوش. كنقولوا احنا دو ماتش هذول جايين اميكو منا يا ودي، رحمة ربي بصح الله غالب. هذه نقولوها ما الله غالب كاش، حنا قتلنا الوقت. نهار اللي كنا نقول لكم يا ودي رانا نقتلوا في الوقت، هذا المدرب لكم شادين فيه ما غادي يديكم، ما الحلم هذاك تاع 2019 عمره لا يتولى، عمره لا يولي. واحد قال لي انت تهضر بزاف عليا، يا ودي مانيش نهضر عليه، يعني نقول لك باللي قلنا لكم وقلنا لكم اليوم راك تشوف. وسيكشف الناخب الوطني أجواء المنافسة في القارة، وسيكتشف أجواء المنافسة في القارة الإفريقية أول مرة في مشواره عندما يقود المنتخب الجزائري أمام منتخب غينيا وأوغندا في تصفيات كأس العالم، ويواجه المنتخب الجزائري ضيفه المنتخب غينيا يوم 6 جوان المقبل على أرضية الميدان الملعب نيلسون مانديلا بالعاصمة ضمن مجريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة. ويلاقي المدرب الوطني وأشباله ضيفهم المنتخب أوغندا بتاريخ 10 من شهر ذاته لحساب الجولة الرابعة من تصفيات ذاتها بخرجة الأولى للتقني البوسني إلى أدغال إفريقيا السمراء. هنا راه ميقارو، هنايا سيبو ميقارو هاكا يتفرج ماذا به تخسر ليكيب ناسيونال، هنا يقارو بصح راكم تقارو باطل وتبان في وجوهكم، ولا لا تبان في وجوهكم. انا نقول لكم هيشر زحليقات تبان في وجوهكم، انا نقول لكم والله لا تبان. كيما راني درنا ماتشني خرجتوا وجوهكم مغبرين ما قري ديروا انتوما، خاطر انا نعرفكم انتوما واش نديروا، راكم ديروا الماكياج هذاك الماكياج اللي ما يبانش هذاك غير اللي يبان، ديروا في وجوهكم راكم تعاندوا نساكم. عرفتو كيفاش؟ هما حاسبينها سهلة ولا؟ الناس ما يقولوا لكم انتوما، الناس ما يقولوا لكم هاو تزعفوا، ما تزعفوش، كيخبروكم ما تزعفوش، ما تبقاوش تزعفوا. الناس كي تجي تقول لكم ما تزعفوش يا صاحبي. هادوما دايرينها درتوها سايك، ما عمر لا غادي تكذب روحها، عمر ليكيب ناسيونال تكذب. يا ودي نعاودو نولو منتخب يعني، أنا متأكد بلي منتخب وطني غادي يقول كلمة إن شاء الله بربي، متأكد منها. وقعد وتقارعو راكم عاجبيني في حاجة برك، هادو الزحليقات عاجبيني في حية، في قلوبهم باغيين ليكيب ناسيونال تخسر. انا فماك اللي غادي نربح، هذه هي صح يقارعوا ولا تخسر. وكانوا هما واحد اليامات كانوا يمدونا يعطوا شكون العدو وشكون الصديق وشكون. اليوم هما انا درنا لكم في التسريبات تاعهم، التسريبات تاعهم سمعتوا اللي ما ناصروش معنا هذاك الشلويه، هذا قلنا شنو هي، قال لهم كل الجزائر تلعب مع اسرائيل سيبورتي اسرائيل. بعد خرج قال لهم شي انا، يا ولي كيمشي انت هاودي هاودي تكذبوا نورمال، تكذبوا بعد تخرجوا تزيدوا تكذبوا، ها انت غلط تقول انا وصايك واسكت ما تكذبش. يا ودي بالعمل الميغوار بالعب. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، واللي مشي ابوني معنا، وما تنساوش تفعيل الجرس، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.